بالنسبة لحكم الشريعة في نقل القبر من مكان إلى آخر. هذا يرجع إلى الرجوع إلى أهل العلم، إلى المفتي أو إلى القاضي في البلد، وإلى الإفتاء في الرياض. فلا ينقل القبر إلا بإذن شرعي من إحدى الجهتين، إما من القاضي في البلد، وإما من الإفتاء في الرياض. وعادة أن القاضي يكتب للمفتي بهذا الشأن وينظر فيه. نعم.